يا هلا وسهلا وحياكم الله. السؤال اللي يجهله الكثير، موضوع المرافق، موضوع يعني صراحة من بدء الابتعاث كل فترة وفترة يتغير ويتعدل ويضاف له بعض التعديلات اللي راح أذكرها من البداية. في السابق من بدء الابتعاث كانت المبتعثة ملزمة أنها توفر مرافق محرم. إذا تبي تطلع ابتعاث بدون مرافق محرم لا تستطيع الحصول على البعثة. من هو المرافق المحرم؟ هذا كلام أتكلم من بداية الابتعاث، الأب، الأخ، الزوج، والمتفرعين منهم اللي هو ولد الأخت، ولد الأخ، وهكذا. هو فقط المرافق. أم مو مرافق. الأم تبي تروح يا مرحبا وما سهلا، لكن تنزل لها مكافأة؟ لا. تصرف لها تذاكر طيران؟ لا. عرفت الفكرة؟ بعضهم يقول ليش؟ لأنه المرافق باختصار هو السند، هذا المعروف، هو السند، هو رايح مرافق معك. ليش يعني؟ معليش، أبوك إذا صار مرافق معك هل هو مثل الوالدة الله يطول عمرها؟ لا طبعا. هذه وجهة نظر المشرعين. هذا هو المقصد بالمرافق، أن المرافق يروح يكون سند للمرافق. حتى الزوجة مرافق، الزوجة سند لزوجها طبعا. فالفترة الأخيرة جوني ناس يقول فواز ليش المرافق فقط، أنه ليش الأمة تكون مرافق؟ فهذا السؤال اللي قاعد يدور الفترة الأخيرة، ليش الأمة تكون؟ طبعا النظام تعدل الآن، المبتعثة تقدر تطلع بدون مرافق، بس لكن بعضهم تقول أنا أبغى المرافق أخوي مثلا يطلع ويستفيد ويدرس. أوكي حلو، أخوك بيكون مرافق وبينزل له بدل ومكافأته بتكون عندك، بتنزل على حسابك. لو دخل الجامعة بتفصل البعثة ومكافأته بتنزل عنده ومكافأتك تنزل عندك. ترى هذا حصلت مشكلة بين واحدة جتني تسأل، حصلت لها مشكلة مع ولد اختها، ما اخذتها مرافق معها والرجال قلب عليها. طبعا انتوا اذا رحتوا مع بعض في مشاكل تصير بين المرافق المبتعث الأساسي والمرافق بسبب الالتزامات المادية. احنا بنينا ماديتنا او التزاماتنا على دخل شخصين. انا الان تنزل لي مكافأة، خلنا نقول لك مرافق مبتعث ومرافق، خلنا نقول لك 2500 باوند شهريا تنزل، على سبيل المثال 2500 2600. احنا استأجرنا بيت على اساس انه مكافأة الدخل 2500، احنا اشترينا سيارة وعليها تأمين على اساس الدخل انه 2500. عرفت الفكرة؟ احنا نتقضى بيتنا بالمبلغ هذا على اساس انه بيتنا كذا، يعني مربوط، موضوع مربوط بال، لكن النظام لمن يبقى قايل اذا هو استقل وخذ نزلت مكافأته في راتب في حسابه وقلب على المبتعث الاساسي موضوع الدخل. مثل الطالبة اللي جتني تشتكي تقول ولد اختي يوم دخل الجامعة سحب علي، خذ مكافأته وصار يصرفها على نفسه، ولا صار يدفع ريال في البيت، باوند في البيت. ولا نفس الشيء الزوجة، إذا زوجها إذا ضبطت أمورها ودرست لغة ودرست جامعة وصارت مكافأتها تنزل في حسابها، سحبت على زوجها مثلا في المصاريف، ولا أخذت هبشت نص المكافأة. في بعض الأمور ما لها سنة ترى، يعني الواحد يبين في السفر في الظروف الصعبة. فإحنا جايين سوا نلتزم سوا، هذا ذوقيا يعني إنسانيا، يعني الموضوع تشوف القروش وتعتمد انت وياها. عرفت؟ والله اني اتكلم صادق، تصير مشاكل بين المرافق بين المبتعث والمرافق بسبب الامور الماديه. ففي قصص كثير ترى، طبعا في قصص كثير صارت يعني. ف لولا الله ثم المرافق المبتعث يمكن ما طلع وصارت حياتها كذا بالطريقه هذه. ترى المرافق له دور كبير جدا في الموضوع هذا. ليش؟ لانه ينزل له مخصص كامل ما بين مكافأة وتذاكر طيران وما بين رسوم لغة ورسوم جامعة. فالمبتعث مستند على المرافق، والمرافق مستند على المبتعث، وجالسين يتعاونون، كل واحد مستفيد من الثاني، لا تخربون على بعض يعني. فلذلك
الفترة الأخيرة برضو جتني واحدة بتبتعث من جامعة، قالوا لها الجامعة هي مرجعها طبعا، قالوا لها لا المرافق إما يكون أبوك أو زوجك أو أخوك فقط. قالت أنا ما أقدر، أنا ما عندي لولد أخوي بيروح معي، قالوا ممنوع. طبعا تقول شو دخل الجامعة، الجامعة هي اللي بتدفع فلوس، هي اللي بتعطي الضمان المالي، كل مصاريف المبتعث هذا والمرافق حقه على الجامعة على المرجع حقه، لأنه هو توظف محاضر وبيطلع يدرس برا، عرفت الفكرة؟ فلذلك الجامعة جامعتها قالت طبعا النظام ينص أنه المرافق يكون محرم. طيب أنت يا الجامعة المرافق يكون محرم ليش أنت تقولين؟ يعني تغيرت، يمكن جامعة ثانية تقول لا خلاص أي واحد محرم روح بس روح. وأصلا الجامعة ذي أو اللي قال الكلام هذا أنه فقط الأب والأخ والزوج غريب شوي، ليش؟ لأنه الجامعة أنت وظفتي الطالبة هذه المحاضرة معيدة عشان تطلعينها تدرس وترجع لك، أنت الآن هذه ما عندها مرافق، بتجلس عندكم محاضرة تفصلونها أو أنكم تطلعونها تطلع بعثة، يبغونها الظاهر تطلع لحالها، يمكن أنهم قالوا لها كذا عشان ما تأخذ مرافق معها وتروح لحالها، لأنها تقدر تروح لحالها، يا تأخذ واحد من الثلاثة الأب أو الزوج أو الأخ أو أنها تطلع لحالها. فعشان كذا فيه شوي يعني خلوا يقولك سوء فهم عند البعض موضوع المرافق. أي نعم المرافق أفضل الوحدة إذا عندك أخوك يروح معك يدرس ياخذ لغة، أفضل أنه يكون معك مرافق عشان يزود دخلك المادي وتأخذين لك بيت حلو، لأنه البيوت الزينة بتصير غالية. بعض بيقول هل المرافق لو سجلنا يقدر يروح السعودية؟ يقدر يروح لمدة 90 يوم في السنة نظاما، 90 يوم في السنة المرافق يقدر يسافر. لو قعد المرافق أكثر من 90 يوم في السنة وش الإجراء؟ الإجراء أنه أي مكافأة صرفت له راح تسترد. كيف راح تسترد؟ قد تخصم من حساب الطالبة إذا رجعت من حسابها البنكي ويحسب عليها بالماينس. وصارت الناس، ناس أنا أعرفهم كانوا هنا هم طالعين عن طريق الجامعات وكان ينزل لهم بدلات ألغيت لكن قاعدة تنزل لهم، يوم رجعوا لهبوهم لهب. والله أنا أعرف ناس خصموا منهم، اللي خصموا منه 19 دفعة واحدة، يعني أول راتب نزل له بوم طار كله، ويمكن بعد في باقي ماينس. لذلك ترى أي شيء بتاكله بدون وجه حق ترى محسوب عليك، إذا محسوب عليك في الدنيا بيحسب عليك في الآخر، الله يتوب علينا. في شيء ثاني، بعضهم يقول أنا مرافق لكني مسجل في التأمينات، برضو لو دروا بيصير فيك ما صار في ربعنا. لذلك خليك السيف سايد، وحتى لو أنك مسجل في التأمينات وسعودة صاحب العمل اللي مسجلك بيأكل 20,000 ظهرة. فالمرافق هو الأب والزوج والأخ، هذول أساسيين، ما زاد عن ذلك اللي هو ولد الأخ أو ولد الأخت، عاد هذا يمكن يمشي عن طريق ابتعاث خادم الحرمين الشريفين، لكن بعض الجامعات ممكن ما تمشي. طبعا مثل ما قلنا المرافق ليس إلزامي، البنت تقدر هناك تروح تعيش وتستأجر وتعيش حياتها والوضع أمان والأمور طيبة. وأنا شفت كثير ما شاء الله تبارك الله أمورهم في السليم ما شاء الله، ومن ناحية كل شيء صراحة. أتمنى أني ما طولت عليكم. لو حاب تدرس لغة إنجليزية في أمريكا، بريطانيا، كندا، أستراليا، إذا أنت فترة خروجك للدراسة قريبة، مالك لبريطانيا بحكم الفيزا، جرات فيزا سريعة جدا أونلاين، ونشوفكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله.